النادي الزمالك ايضا ارسل تهنئه كما فعل النادي الاهلي لما خد الزمالك الكونفدراليه. كده انت عندك قطبي الكره المصريه عندهم البطولتين الكبريتين، الاستحواذ على البطولتين، دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، وهيكون عندنا مره اخرى سوبر افريقي مصري بين الاهلي والزمالك. يعني ما نعرفش لسه تاريخه امتى، ولكن ده هيبقى يعني كام تاني سوبر افريقي، تاني سوبر افريقي بعد 94 اعتقد الزمالك اللي فاز 1-0 ايمن منصور. فسوبر افريقي مصري، وده برضو امر يعني جيد جدا. ولكن هو بصراحه لازم نقول ان الترجي ونهضه بركان ليست بالفرق القويه جدا. بعد اذنك، دلوقتي مصر بتعيش افضل عصور الكوره او الرياضه عموما دلوقتي. لا معلش، ليه يا كابتن؟ ليه؟ احنا خارجين من امم افريقيا. انا بتكلم للانديه، انا بتكلم على الانديه، مش بتكلم على المنتخبات. حتى لو احنا انعكاس للمنتخب، يعني المنتخب لا، ما انت دلوقتي عشان لسه حسام جاي والتغييرات في المنتخب، ما كانش فيه توفيق في المنتخب. بتكلم في التوقيت ده اللي انت بتلعب في البطولات اللي هي القاريه اللي انت بتلعب فيها. الاهلي والزمالك في بلد فرقتين كبار، الاهلي والزمالك بياخدوا البطولتين. انت احساس، انا كنت مدير فني في اتحاد الكوره، كنت مدير فني لشمال افريقيا، انت ما تعرفش قد ايه ما بتاخد بطوله، قيمه الاحتفال. فانا بقول ده اكبر من اكبر الانجازات اللي بتتعمل في الكوره، ان انت بتاخدي البطولتين وفرقتين مصريين. معلش كابتن حماده، احنا واخدين البطولتين علشان احنا كويسين، الاهلي، وانا هنا بتكلم على الاهلي والزمالك بوضوح، ولا عشان الفرق اللي قدامنا بصراحه ليست بهذه القوه؟ دي الحقيقه يا جماعه. ما احنا لازم احنا خرجنا من الدور ال 16 في كاس امم افريقيا، ما وصلناش كاس العالم 2022. لا، ما نقولش ان المنتخبات حضرتك، المنتخبات دي لعيبه محترفين، لعيبه محترفين بيلعبوا في اوروبا، اللعيبه عندهم القدرات والامكانيات ممكن تكون افضل من الكره المصريه. لكن احسن لعيبه في افريقيا بتلعب في اوروبا، في اوروبا. فالفرق مش بالقوه بتاعت زمان، الفرق في افريقيا مش بالقوه بتاعت زمان. ولكن ماتش النهارده ماتش قوي جدا. احنا كسبنا البطولتين لان احنا الاهلي والزمالك يعني في فرق قويه، ولا لان بصراحه المنافسين ضعاف؟ الاثنين. احنا فرقه قويه والمنافسين مش على المستوى اللي كان زمان في افريقيا.